هي سوق النقد الأجنبي تخلى اليورو عن بعض مكاسبه أمام الدولار اليوم بعدما جاء مسح للمعنويات في ألمانيا أقل من التوقعات، كما ارتفع الدولار الأمريكي في التعاملات الأسيوية مع ابتعاد المتعاملين عن السوق نتيجة توقعات بأن يخفف مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لهجة الحديث عن تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر، مما دفع بعض المستثمرين للإحجام عن التعامل في الدولار.